مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من اون تراك. النهارده الحلقه فيها حاجات كتير، عايزين نركز مع بعض علشان كده في مجهود مبذول قوي النهارده. قبل ما نبتدي حلقتنا كالمعتاد، سؤال جالنا على البيج بتاعت البرنامج على الفيسبوك. سؤال لطيف قوي وبصراحه سؤال حلو عجبني. ايه السؤال؟ في العالم كله دلوقتي في عربيات كهرباء، امتى العربيات الكهرباء هتكون موجوده في مصر؟ سؤال لطيف، سؤال حلو، نجاوب على السؤال بقى واحدة واحدة كده مع بعض. مبدئيا طبعا في العالم كله دلوقتي العربيات الكهرباء بقت حاجة موجودة، الناس فعلا بدأت تروح للعربيات الكهرباء، الناس بدأت تشتري العربيات الكهرباء علشان حاجات كتير قوي. من أهم الحاجات دي إن العربيات الكهرباء ما بتستهلكش بنزين، فالنهاردة أنت اشتريت العربية كل اللي عليك إن أنت بتشحنها بس، يعني بتشحن كهرباء وبس، فانت ما عندكش استهلاك بنزين، ما عندكش زيت وفلتر، ما عندكش بوجيهات، ما فيش موتور، انت كل الموضوع كهرباء بتحرك العربية، فانت بتبتدي تتحرك. في خلال السنة اللي جاية يعني في خلال بالظبط 12 شهر هيكون في اكتر من 65 محطة شحن على مستوى الجمهورية، وهيكون في مراكز خدمة بتعمل صيانة للعربيات الكهرباء مخصوص. الكلام ده معناه ان في خلال سنتين بالكتير هنلاقي العربيه الكهرباء ماشيه في الشارع زي العربيه البنزين بالظبط. الاقوى من كل ده ان اقل عربيه كهرباء دلوقتي بتمشي 250 كيلو في الشحنه الواحده، وكمان تقدر تشحنها زي كانك عارف الفيشه بتاعه البويلر، كانها بالظبط الفيشه بتاعه البويلر، بتحطها فيشه وتشحن. قدامك حاجه من اتنين دلوقتي، العربيات الكهرباء لو اتعمل لها محطات شحن تقدر تشحن العربيه فول باور في 25 دقيقة، فانت بتخش اي محطة من المحطات اللي لسه هنبقى نحن هنجيب لكم طبعا كل التفاصيل دي وهنعلن لكم عن المحطات اللي هيبقى فيها اماكن للشحن. بتخش المحطة بتحط الباور في العربية بتاعتك وتروح مثلا تقعد في الشوب ولا حاجة تشرب حاجة، 25 دقيقة تيجي تاخد العربية وتمشي 250 كيلو. لو انت النهاردة روحت البيت وما شحنتش، بتروح البيت تحط الفيشة، فيشة عادية جدا زي بتاعت البويلر، بتاخد 7 ساعات تملى، فانت قدامك دي حاجة، او التشارجر اللي هيكون في المحطات دي حاجة تانية، دي حل وده حل، يعني كأنك حطيت الموبايل في الشاحن ونمت. فالاتجاه العالمي زي ما هو رايح ناحية العربيات الكهرباء، فمصر كمان رايحة في نفس الاتجاه مع دول الميدل ايست او الشرق الاوسط. ده باختصار شديد جدا السؤال كان العربيات الكهرباء هتيجي مصر ولا لا؟ اه، في خلال سنه سنتين بالكتير هنلاقي العربيات دي ماشيه في السوق وليها قطع غيار وكمان ليها مراكز خدمه وكمان ليها محطات شحن. خلاص؟ دي الاجابه بتاعه السؤال، ويا رب بس يعني ايه اكون قدرت اوصل معلومه تخص القصه بتاعه العربيات الكهرباء. اسف اني طولت عليكم. تعالوا بقى نبتدي اول حاجه موجوده معانا النهارده هي التوب نيوز، تعالوا نشوف ايه اخر الاخبار اللي موجوده معانا في التوب نيوز النهارده. تكنولوجيا النانو سيراميك في مصر، السيارات التجارية ومصانع غاز الروسية. تكنولوجيا النانو سيراميك في مصر، الموضوع ده بقاله فترة على فكرة، مش لسه جديد، لكن للأسف الشديد أنا اتضح لي إن في ناس كتير في مصر ما تعرفش إيه هي تكنولوجيا النانو سيراميك. مبدئيا كده انت النهارده لما كنت بتجيب موبايل وعايز تحمي الشاشه بتاعته، كنت بتروح بتركب سكرين للشاشه علشان تحميها. ده اللي كان بيحصل في العربيات، كنت بتركب افلام حمايه على العربيات علشان تحمي العربيه من ان لو اتخدشت او اتجرحت، الفيلم هو اللي جرح لكن العربيه تفضل سليمه او صاج العربيه يفضل سليم. النانو سيراميك دي حاجه بقى احدث شويه من الافلام، وانا شايفها يعني هي اقوى كمان شويه، لان بتعمل حاجات الافلام ما بتعملهاش. فنشيل بقى موضوع الافلام على جنب، النانو سيراميك دي طبقه بتترش على البويه بتاعه العربيه. لما بتترش بتخلي العربيه واخده الشكل الزجاجي ومفيش اي رواسب تقدر تتحط على العربيه وتفضل ثابته عليها.
يعني طيور مثلا، رمله، ميه، اي حاجه بتنزل العربيه بتقع. فانت النهارده حميت العربيه من الفوطه الزفره اللي بتقعد تخربش العربيه، وفي نفس الوقت العربيه شايني طول الوقت، مفيش حاجه بتقع على العربيه وتفضل ثابته. وبرده لو اتخربشت او اتجرحت تقدر تروح تعمل مينتنس او تعمل صيانه وتصلح القصه دي. وعلشان نجري ورا الموضوع ونشوف ايه موضوع النانو سيراميك ده، كان في افتتاح لفرع من فروع سيراميك برو في الرحاب، فجت لنا الدعوه ورحنا غطينا الافتتاح الخاص بسيراميك برو فرع الرحاب. تعالوا نشوف التغطيه الخاصه بالحدث ده. معانا المهندس مصطفى سعيد، هو يعني واحد من الشركاء والمتحدث الرسمي باسم المجموعه النهارده. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ قول لي كده، احنا النهارده في افتتاح الفرع رقم 4 سيراميك برو ديتيلرز، التكنولوجي نفسها عايزين نعرف عنها. سيراميك برو هي الفكره بتاعته اللي هو معمول من نانو تكنولوجي، هي ماتيريال مش بلاستيك بيتلزق زي الشيتس، لا هي ماتيريال بتتحط على سطح الدهان، بنكون مطهرين سطح الدهان كويس جدا، ولازم نكون منقيين سطح الدهان كويس جدا وواصلين لدرجة نقاء عالي قوي 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 في الدهان عشان اقدر احط سيراميك برو. وهي مادة بتمسك على طبقة الورنيش، بتحمي طبقة الورنيش من العوامل الجوية اللي دايما كلنا بنعاني منها، اللي البهتان بتاع اللون بسبب الشمس، الفضلات الطيور اللي بتعلم في الدهان بتاع العربية وما بنقدرش نشيلها، الكيميكالز اللي بتقع على سطح الدهان وبرضو ما بنقدرش نتعامل معاها، زائد السكراتشز، بس السكراتشز السطحية مش الحاجات اللي هي العنيفة قوي. احنا بنحاول نغير فكر الناس، اللي الناس هي بتحاول تحمي عربياتها بس من الخدوش. في حاجات اهم من الخدوش اللي احنا نقدر نحمي العربيه منها وممكن ما نقدرش نتعامل معاها بعد ما تحصل، اللي هي زي ما قلت لحضرتك فضلات الطيور دي ما بنقدرش نتعامل معاها تماما، ولا اي حد بيقدر يشيلها من على سطح الدهان. في صمغ الشجر بيعلم في العربيه برضو، دي بتيجي في طبقه سيراميك برو بنقدر نشيلها. لكن لو انا لسه كنت هسالك، الحاجه دي لو وقعت وانا حاطط الطبقه بتاعت السيراميك هتتشال عادي؟ هتتشال عادي جدا لو ما اتشالتش معايا بالغسيل، بيسهل لي الموضوع اللي انا ممكن اعمل لها بولشنج عادي جدا، واخف درجات البولشنج بقدر اشيل بيها المشاكل دي كلها، ما بتفضلش موجوده زي ما بتفضل موجوده على طبقه الورنيش بتاعه العربيه. بالتوفيق يا مصطفى. ربنا يخليك، شكرا. الفكره بدات ببساطه ان احنا كنا عايزين نعمل مشروع، كنا بندور على مشروع نفسنا نفتحه. عجبتنا فكره ان احنا ازاي نعمل شغل الديتيلينج او شغل التنظيف بتاع العربيات بس بشكل مختلف موجود عن السوق. ببساطه جدا فتحنا في 2012، اجتمعت انا واصحابي واخويا وبابايا، قلنا عايزين نفتح المشروع. بدانا ان احنا نبتدي نغسل العربيات، قعدنا نتكلم نفكر كتير هو ايه اللي يميزنا عن السوق او ايه اللي ناقص في السوق، فلقينا ان الجوده هي دايما اللي ناقصه. احنا حريصين جدا على اختيار شركائنا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وحريصين جدا على تقديم المنتج للعميل باعلى مستويات من الجوده. ولهذا الامر احنا اخترنا ديتيلرز كار كير كشركه تقدر تشيل وتحمل اسم سيراميك برو في دوله جمهوريه مصر العربيه، لحرصنا الشديد على التدريب والتثقيف وإيصال المعلومة بالضبط للعميل، كما نفكر فيها إحنا في سيراميك برو ونانو على مستوى العالم. السيارات التجارية دلوقتي في مصر واخدة يعني ارتفاع ملحوظ، وواخدة خط مميز جدا في مصر، لأن في بعض من الناس بدأت تسيب العربية وما تركبش عربيات، بدأت تركز قوي على الميكروباصات، وبدأنا نركز كمان مع الباصات، وبدأنا كمان نركز مع العربيات النقل سواء النقل الخفيف او النقل التقيل. كل دي تعتبر حاجه من الحاجات الخاصه بالسيارات التجاريه. واحنا في اون تراك بقى لنا فتره كبيره من اول ما بدأنا بنركز ان احنا ما نركزش مع العربيات الملاكي بس او ما نركزش مع العربيات بس، لا احنا بنركز في
في كل القطاعات الخاصة بالأوتوماتيف، وعشان كده احنا كنا دايما بنروح ونغطي كل المعارض الخاصة بالسيارات التجارية، غير طبعا بقية الحاجات التانية اللي بتغطي أجزاء تانية من الأوتوماتيف. وعشان كده شركة جاز الروسية قدمت لنا دعوة ان احنا نيجي ونزور المقر الإداري والمصنع الخاص بشركة جاز في روسيا. ملناش دعوة بموضوع المنتخب ومنتخب رايح روسيا، والموضوع ده كان في البدري الصراحة، يعني لو كانوا قالوا لنا على القصة دي قبل ما المنتخب يروح كاس العالم أكيد كنا هنأجل لغاية كاس العالم. لكن احنا جات لنا الدعوة في الفترة اللي فاتت، الشهر اللي فات، وكان لنا الحظ ان احنا قدرنا نروح هناك ونغطي ونشوف كمان كل الحاجات اللي احنا نفسنا تكون موجودة عندنا هنا في بلدنا في مصر. والكلام ده كله طبعا كان عن طريق الزيارة اللي احنا عملناها لشركة جاز الروسية، واللي هي واحدة من أضخم شركات صناعة السيارات الخاصة بين قوسين بالسيارات التجارية. غير كمان ان احنا قدرنا نشوف المصنع الخاص باللحام الاجزاء، غير كمان المصنع الخاص بالدهان، واخيرا طبعا رحنا شفنا المتحف الخاص بجاز. بالأخبار دي كده نكون خلصنا فقرة التوب نيوز، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم تاني اون تراك. ودينا النهاردة في أوتو فروم عشان نتكلم على واحدة من العربيات اللي ليها تاريخ كبير قوي، مش هقدر أقول في بلدها بس، لا هي ليها تاريخ كبير قوي في العالم كله. النهاردة احنا معانا العربية سيات أتيكا. العربية دي واحدة من العربيات اللي لسه يعني جديدة جدا، اول مرة تنتجها شركة سيات، عربية كومباكت اس يو في او كروس اوفر. الاول قبل بس ما نخش في تفاصيل العربية السيات الأتيكا، عايزين نتكلم شوية عن سيات. اولا كلمة سيات عشان بس ايه الدنيا تبقى واضحة، هو S-E-A-T ده اختصار الكلمة دي بالاسباني سوسيداد اسبانيولا دو اوتوموفيل دو توريزمو. هي الجملة دي معناها الشركة الاسبانية للسيارات السياحية. طيب مبدئيا هي شركة بدأت سنة 1950 من برشلونة، وبعدين موضوع تطور وبدأت تكبر من القصة وعملت مصنع. المصنع ده كان بيبعد عن برشلونة بحوالي 30 كيلومتر، الكلام ده كان سنة 1993، والمصنع ده بينتج 600 ألف عربية. وعايز أقول لكم إن هو نفس المصنع بينتج كمان غير عربيات سيات، كان بينتج بعض من عربيات أودي. وطبعا معروف إن أودي وسيات هما الاتنين الشركتين أو العلامتين من يعني هما الاثنين من مجموعة فولكس فاجن، فيعني ان هي تنتج بعض من عربيات اودي دي مش حاجة غريبة، لان يعني هما كلهم مع بعض اخوات كده مع بعض بيشتغلوا في حتة واحدة. طيب العربية اللي موجودة معانا هي اول اس يو في انتجتها شركة سيات. اول انتاج للعربية كانت سنة 2016 في المصنع الخاص بشركة سيات في التشيك. وكمان عايزين بس ايه ندخل تفاصيل اكتر، هي انتاجها كان سنة 2016، لكن النسخة اللي موجودة معانا النهاردة هي 2017. طيب اللي جايب لنا العربية هو وكيل العربية شركة كيان مصر للتجارة والاستثمار، وهو الوكيل الحصري لعلامة سيات في مصر. وعايز اقول لكم ان السيات الاتيكا اول ظهور ليها في التلفزيون في مصر عن طريق اون تراك. هنشوف العربية وهنعرف تفاصيلها وهنجربها ونشوفها على التراك اخبارها ايه بالتفصيل. تعالوا بقى ندخل كده في التفاصيل ونبص على وش العربية. اولا العربية هي كومباكت اس يو في كروس اوفر مختلفة، لانها رياضية، تصميمها رياضي جدا. الكيرفات اللي موجودة على الكبوت جديدة بالنسبة لي، يعني انا دايما كنت بشوف الكيرفات بتبقى جاية يعني بتقفل كده، لكن ان انا اخد الكيرف والف بيه دي بالنسبة لي كانت جديدة.
الفوانيس بتاعت العربيه فولي ليد ادابتيف. وطبعا خلاص طالما بنتكلم بقى ان احنا بنتكلم عن تكنولوجي فاحنا معانا احدث تكنولوجي للهيد لايت اللي موجوده. وعايز اقول لكم كمان الفوانيس الخلفيه برضو ليد، العربيه كلها ليد يعني وكلها باحدث تكنولوجي للليد. وش العربيه طبعا الاكسدام مع السبويلر اللي موجود تحت في الاكسدام المط مع الجزء النيكل المط مديني شكل رياضي جدا، غير طبعا شبكه العربيه المشهوره من سيات علشان تهويه الموتور. كل ده كلام ما فيهوش اي مشكله، كل ده كلام واضح جدا. تصميم العربيه الرياضي رغم ان العربيه انا شايفها عائليه لكن تصميمها رياضي جدا. تعالوا بقى نبص كده على جنب العربيه. هنيجي بقى على جنب العربيه، جنب العربيه واضح جدا طبعا تنفيخات الرفرف اللي موجوده في الرفرف الامامي وكمان الرفرف الخلفي مع بقى الشولدر لاين اللي جاي من اول الفانوس واخد لغايه اخر الفانوس الخلفي، واضح وصريح لكن اجريسيف، تحس انه يعني العربيه لا عربيه واخده خطوط رياضيه واضحه جدا. حتى الويست لاين برده واضح جدا الكيرف بتاعه. العربيه بصراحه يعني الجنب بتاعها رياضي قوي. عندي المرايات ليد، وغير كمان ان المرايات فيها الاشاره الليد، اول ما بتفتح باب العربيه بالليل بيطلع فيه هنا بروجيكتور موجود في المرايه وبيطلع اسم العربيه اتيكا في الارض. هو يعني حاجه شيك لكن هي في النهايه علشان لو انت بالليل مش شايف تحت رجلك هتستخدم النور ده ان انت تشوف ايه اللي في الارض. طيب الجنود بتاعت العربيه، الجنود دي 17، الارتفاع 55، العرض 215. خلي بالكم ان العربيه دي في منها نسخه ثانيه، النسخه الثانيه بينزل فيها جنود 18. ده باختصار جنب العربيه. تعالوا بقى نبص على الظهر، تعالوا نشوف الظهر اخباره ايه، يلا بينا. ظهر العربيه اولا عشان نبقى متفقين، السبويلر اللي فوق الشنطه مع الازاز مع الكيرف اللي طالع من ورا الازاز بظهر العربيه مع الشنطه مع التصميم الشيك قوي، شيك يعني كل الكيرفز دي بتوديني في تصميم سبورت قوي حلو بصراحه. العربيه الظهر بتاعها شيك جدا، طبعا السبويلر علشان اتزان العربيه، وباين طبعا كل الكيرفز دي علشان الايروديناميك بتاع العربيه. الفوانيس مفيش احسن من كده، مفيش اشيك من كده، طبعا هي فولي ليد. وخلي بالكم هي ادابتيف برضو الفوانيس الليد الخلفيه، يعني مش هتاذي الناس اللي جايه في ظهر العربيه، النور مهما كان هيبقى قوي مش هيأذي اللي جاي في ظهر العربيه. الاكسدام طبعا موجود فيه البارك اسيست بتاع العربيه، غير طبعا موجود هنا الكاميرا الخلفيه بتاعت العربيه، الديفيوزر باللون المط السيلفر برضو مديني شكل شيك قوي وسبورتي للعربيه. كلمه طبعا اتيكا اللي موجوده في الشنطه، احنا دايما كنا بنلاحظ ان الاسم بتاع العربيه بنلاقيه موجود هنا موجود هنا، لكن ان انا الاقيه هنا ده الجديد. غير طبعا التي اس اي ده الموتور وده اللي هنشوفه كمان شويه. طيب هنيجي بقى نفتح شنطه العربيه. خلينا بس الاول نتفقين، العربيه فيها قلنا اتنين نسختين من العربيه. النسخه دي هي الستايل بلس، الستايل بلس بتفتح بالريموت بس او بالزرار بس. النسخه الاكسلنس انت ممكن تعدي رجلك من تحت العربيه الشنطه بتفتح، عشان لو شايل حاجه او كده فانت ممكن تبقى ايدك مش فاضيه فبتعدي رجلك من تحت العربيه فالشنطه بتفتح. خلاص تعالوا نفتح شنطه العربيه. طبعا الشنطه بتفتح كهرباء وكمان بتقفل كهرباء، ممكن افتحها بالريموت او اقفلها بالريموت او اقفلها بالزرار اللي موجود هنا. مساحه التخزين كويسه جدا، الارتفاع بتاعها كمان كويس قوي. المفاجاه اللي كانت بالنسبه لي بصراحه هو ان مساحه التخزين 510 لتر، 510 لتر وانا شايف العربيه بصراحه يعني انا حاسس بالعربيه من بره حاسسها صغيره، لكن لما افاجئ ان مساحه التخزين 510 ده معناه ان الانتيرير جوه هيبقى كبير مش هيبقى صغير. يبقى انا شايف حاجه وجوه هيبقى حاجه تانية، فخلينا برضو لما نركب العربيه الكلام ده هيبان اكتر.
ده باختصار مساحة التخزين بتاعة العربية. هنقفل بقى الشنطة، ممكن نقفلها من الزرار او ممكن نقفلها من هنا، ما عنديش اي مشكلة. خلصنا الشنطة. قبل ما نسيب الظهر، تانك البنزين 50 لتر، مساحة تانك البنزين 50 لتر، ودي مساحة كويسة قوي بالنسبة للعربية علشان السفر، فتقدر تمشي بيها مسافات طويلة. خلصنا الظهر، الكبوت وايه اللي موجود تحت الكبوت، يلا بينا. الموتور اللي موجود تحت الكبوت هو الموتور التي اس اي الاي سي تي، وكمان 1400 سي سي تربو. الموتور ده واحد في حاجه، طب تهرج بس. طيب يلا، الموتور اللي موجود تحت الكبوت الموتور ال 1400 سي سي التربو التي اس اي اي سي تي. الموتور ده واحد من انجح المواتير اللي عملتها شركه فولكس فاجن، ونزلت الموتور ده في العربيه السيات، وعلى فكره تقريبا هو اللي موجود في العربيه الكيو 2 من اودي. الموتور بيطلع 150 حصان عند 5000 لفه في الدقيقه، و250 عزم نيوتن متر من 1500 لفه ل 3500 لفه في الدقيقه. يعني مش هسمع صوت الموتور، يعني استهلاك بنزين اقل. يعني الاقوى من كل ده ان العربيه معلومه جديده بتشتغل 2 سلندر من سرعه 30 لغايه 120 كيلو. فاهمين ده يعني ايه؟ يعني استهلاك بنزين مفيش. لو عملت كيك داون فعليت الار بي ام هشغل الاربعه سلندر، ما عملتش كيك داون وماشي بالنورمال السواقه العاديه، العربيه دي بتفضل شغاله 2 سلندر بس من سرعه 30 لسرعه ال 120 كيلو متر في الساعه. بعديها اوتوماتيكلي بفتح السرعه، فالار بي ام بيعلى، فبفتح الاثنين سلندر التانيين وابقى شغال بالاربعه سلندر. يا ترى بقى تفاصيل العربيه من الانتيريور وعلى التراك هتأدي نفس الكلام اللي احنا عمالين نتكلم عليه ولا لا؟ ده اللي لازم ندخل دلوقتي العربيه ونشوفه. تعالوا نقفل الكبوت ونركب العربيه نشوف العربيه الانتيريور بتاعها اخباره ايه، والعربيه على التراك بتعمل ايه. يلا بينا. ركبنا دلوقتي العربيه الاتيكا. اولا العربيه الصالون زي ما انا قلت لكم، انا كنت متخيل العربيه صغيره، لا العربيه كبيره، الصالون بتاعها كبير. الكرسي انا مستريح جدا عليه، ما عنديش اي مشكله، رجليا مش مزنوقه وانا مش مراجع الكرسي على الاخر ورا. نيجي نبص على الماتيريال. الماتيريال بتاع التابلو والابواب حلو قوي، الماتيريال نفسه الكواليتي بتاعته عاليه، الديزاين حلو قوي. السيلفر اللي بيلمع ده او النيكل كروم اللي موجود في التابلو مدي برضو شياكه. بصراحه محسسني ان الشاشه كبيره، رغم ان هي الشاشه هي 8 انش، مش كبيره قوي يعني، بس التصميم ده محسسني ان هي كبيره. الشاشه ليه بقى هي الايكون بتاعه العربيه؟ لان هي طبعا التكنولوجي واضح جدا ان في تكنولوجي موجوده في الشاشه دي. اولا الشاشه طبعا تاتش، كل حاجه فيها تاتش، غير الزراير اللي موجوده جنب على جنبين الشاشه يمين وشمال، برده دي عشان لو عايز تدخل على المنيوز اللي موجوده او المنيو مختلفه هنا او هنا، يعني سواء تقدر تخشها تاتش او عن طريق الازرار دي. الساوند طبعا الزراير بتاعته البكر موجوده برده على جنبين الشاشه. هنعدي موضوع الشاشه، ندخل بعد كده. عندي هنا الزرار بتاع الستارت اند ستوب انجن، ده بتاع توفير الطاقة للعربية. بس يعني هقول تاني ان الزرار ده لما بيبقى شغال، لما انت بتبقى ماشي بالعربية وبتيجي تقف في الزحمة، العربية بتعمل هايبرنيت او سليب او الموتور بيطفي، لكن الفانكشن ساعة العربية كلها شغالة، حتى التكييف، لكن الكمبروسر مش شغال، فبيبقى مطلع هوا بس يعني. خلاص. بعد كده عندي هنا الزرار بتاع الويتنج. فتح الشنطة، لو انت داخل مثلا مول او جراج او كده فبيفتشوا الشنطه، او حد نزل من العربيه هيجيب حاجه من الشنطه، فانت بتدوس على الزرار من هنا، الشنطه طبعا بتفتح وبتدوس عليها تقفل، غير ان هو في الريموت، غير ان هي تقدر تعملها بايديك. ندخل بقى بعد كده. انا عندي الجزء الخاص بالاير كونديشن، هو بكر لكن فوقيه في الزراير التاتش بتاعت الزبطه بتاعت التكييف، غير طبعا ان في عندي شاشتين ديجيتال دول اللي بيبينوا درجه الحراره. ننزل بعد كده، عندي فتحتين يو اس بي
ومخرج اي او اكس والولاعه. طبعا تقدر تشحن التليفون او تقدر توصل الفلاش ميموري او تقدر بالاي او اكس توصل التليفون بتاعك وتشغل الميديا. عندنا بعد كده في مكان للتخزين ومعمول المكان ده للموبايل، لما بحط ايدي عليه يعني عايز اقول لكم ان محطوط هنا في زي الكاوتش اللي هو بيخلي الموبايل ما يتزحلقش، موجود هنا في المكان ده. وراه على طول الستارت انجن بتاع العربيه. طبعا العربيه فيها السمارت ستارت انجن اللي هو من غير ما بتحط المفتاح بالزرار. بعد كده عندي هنا باجي بقى على الفتيس بتاع العربيه. ورا بعد كده عندي في اتنين كاب هولدر وفي وحده تخزين كويسه، يعني بتقدر تخزن فيها حاجات كتير مش صغيره. ندخل على عجله القياده. عجله القياده او الدريكسيون عندي في على الشمال كل الجزء الخاص بالتليفون والرد بتاع التليفون، وبعد كده عندي هنا الكروز كنترول وبرضو اقدر التحكم في الصوت والساوند سيستم بتاع العربيه. عندي شفتات في الطاره علشان القياده الرياضيه البلس والماينس، بقدم نقله او باخر نقله. الداشبورد شيك جدا بالنيكل كروم وفيها برضو كل تفاصيل العربيه موجوده قدامي هنا في الداشبورد اللي ورا الدريكسيون. تحكمات في المرايه، اللوك بتاع العربيه، اللوك بتاع الازاز عشان الاطفال، الانوار، التحكم بتاعها الليد، كل حاجه موجوده في مكانها ما عنديش اي مشاكل. الكراسي بتاعت العربيه طبعا النسخه دي الستايل بلس الكراسي بتاعتها مانيوال. النسخه الاكسلنس مش قماش، لا هي جلد الكانتارا، يعني حاجه من ضمن الحاجات الفخمه جدا. ده باختصار شديد العربيه فيها بانوراما النسختين، النسخه الستايل بلس والنسخه الاكسلنس، الاثنين بانوراما، ودي حاجه بتتميز بيها العربيه بالذات العربيات الاس يو في بتتميز قوي بالحاجات دي. ده باختصار شديد جدا تفاصيل الانتيريور. تعالوا بقى نجرب العربيه ونشوف العربيه على التراك بقى بتعمل ايه. يلا بينا. ركبنا بقى العربيه الاتيكا سيات اتيكا. مبدئيا عايز اقول لكم اول ما دورت العربيه حاسس اني راكب عربيه كهرباء، مفيش صوت، يعني صوت الموتور هادي جدا ناعم جدا. اول ما اتحركنا العربيه عملت لوك، ده طبعا حاجه من ضمن الحاجات السيفتي للعربيه. احنا هناخد بس اول راوند كده بالعربيه في الهادي. مبدئيا العربيه فيها نظم امان وحمايه كتير قوي. اولا هي فيها 4 اير باجز، دي حاجه كويسه. فيها اي بي اس، فيها اي اس بي، فيها اي اس ار، فيها اتش اس اي. العربيه ما بتتزحلقش في المنحدرات، ما بترجعش لورا، يعني وانت طالع مطلع ما ينفعش العربيه ترجع. العربيه الملفات بتاعتها كلها ثابته، ده يعني ده على الورق او على البروشور بتاع العربيه. اللي احنا بنجربه دلوقتي انا طبعا عمال بتكلم معاكم وانا عمال اخد ملفات حاده جدا في التراك، بس لا ما يعني ما عنديش اي مشكله بصراحه، ما عنديش اي مشكله. ده في الهادي. يا ترى بقى لما نجري شويه ايه اللي هيحصل؟ ده هنشوفه في اللفه الثانيه. بس قبل ما نخلص اللفه الهاديه عايزين نوقف. طيب مش هنقف، هخلي الوقفه دي اللفه اللي بعديها عشان الكاميرا لسه ما طلعتش فوق. خلاص احنا دلوقتي ماشيين، احنا دلوقتي ماشيين على الهادي. خلاص نجرب العربيه واحنا على الهادي خالص. نبتدي بقى نشد شويه. الصوت بتاع الموتور يعني انا بدات اشد على العربيه شويه، صوت الموتور بدا يطلع، بس ده تمام ما عنديش فيه اي مشكله. الملفات بقى اخبارها ايه؟ ما عنديش اي مشكله، العربيه بتستجيب كويس قوي. العربيه كويسه قوي في الملفات بصراحه. طيب
خلونا نجرب بقى الفرامل، نشوف نجيب الريفيرس. طبعا مجرد ما جبنا الريفيرس العربيه فتحت الكاميرا، وجنب الكاميرا عندي المكان بتاع السنسرز الخلفيه. خلي بالكم العربيه الاكسلنس فيها سنسرز قدام غير السنسرز اللي ورا، دي برضو حاجه تتميز بيها العربيه الاكسلنس عن العربيه الستايل بلس. خلاص تمام كده السنسرز شغاله، هنجيب العربيه على الدي وبعدين نبتدي بقى ندوس نجرب بقى. طيب العربيه وقفت تمام، ما عنديش اي مشكله، الانتظار اشتغل عشان كنا بنجري على سرعه عاليه، كل ده ما فيهوش اي مشكله. خلاص نقفل الانتظار ويلا نجرب بقى نشوف الاي اس بي اخباره ايه، ونشوف كل بقى نظم الامان والحمايه في العربيه، لان احنا هنقرص شويه. عايز اقول لكم ان العربيه ارتفاعها عن الارض 18.8 سنتيمتر، وده ارتفاع كويس قوي بالنسبه لمصر. الملفات طبعا سامعين صوت العربيه، الملفات وانا برضو انا ثابت جوه العربيه، ودي حاجه كويسه قوي. هاخد الملف ده على سرعه عاليه، بصراحة ما عنديش أي مشاكل خالص في العربية الأتيكا من سيات، شابو صراحة عاملين العربية حلوة قوي، ما أقدرش أقول غير كده. خلونا بس يعني نتكلم بقى في الحتة المهمة، هي حتة البرايسنج أو ثمن العربية. مبدئيا أنا أقدر أقارن العربية دي بإيه؟ أنا أقدر أقارن العربية دي بالتجوان وكمان البي ام دبليو الاكس 1. سعر العربيه اول فئه 555000 جنيه، وتاني فئه 600000 جنيه، وانا شايف ان ده سعر ريزنبل جدا للعربيه. يا ترى هتحقق نجاح في السوق المصري ولا لا؟ انا اعتقد ان العربيه دي هتعمل شغل كويس قوي في السوق المصري وفي الميدل ايست، ويا رب نكون قدرنا نقول لكم كل التفاصيل الخاصه بالعربيه السيات اتيكا الجديده. وبكده نكون خلصنا فقرة الكار ريفيو. جه معانا دلوقتي وفقرة الهاند بريك. النهارده معانا في الهاند بريك ام اي سي سي تيبس، وفقرة مميزة جدا جدا جدا. احنا النهارده هنتكلم عن السمكرة والدوكو، وايه الحاجات اللي كل الناس بتسأل فيها في الموضوع اللي بيخص السمكرة والدوكو. تعالوا ننزل المعادي الهندسية ونشوف الـ MECC تيبس عن السمكرة والدوكو فيها ايه النهارده. MECC تيبس النهارده احنا موجودين في المعادي الهندسيه في فرع السمكره والدوكو. احنا طبعا بقالنا فتره بنتكلم تكنيكال عن الصيانات وعن قطع الغيار وعن خدمه العملاء، وفي الاخر احنا كنا انا فاكر مع كريم ختمنا ان ارضاء العميل هو اهم حاجه في خدمه العملاء في MECC. ازيك يا كريم؟ ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ الاخبار؟ احنا النهارده جيت لك السمكره والدهانه، بقالك ثلاث حلقات وعايز تروح السمكره. عايزين نروح نشوف السمكره والدوكو. بيني وبينك احنا الحوادث في مصر عندنا يعني بقت عاليه للاسف. صحيح. احنا اعلى دوله بتعمل حوادث، فموضوع ان العربيه بتتخبط او تتحك او حتى الجراجات، يا اخي الجراجات نفسها اللي هي سيبك من اللي في الشارع، يعني الجراج حتى اللي بيبقى تحت العماره ده معمول، تحس انه برضه معمول غلط، تحس انه عايز عربيه قد كده، فلازم تحك هنا ولازم تحك هنا. فموضوع السمكره والدوكو دلوقتي بقى موضوع مهم جدا، الناس كتير قوي تبقى عايزه تعرف تفاصيل عنه.
ايه اللي بتقدمه ام اي سي سي الجديد في السمكره والدوق؟ تمام. احنا طبعا كنا اتكلمنا عن هنرجع تاني للاصل وهو السلوجن بتاع شركه مرسيدس وهو ذا بيست اور ناثينج. فالنهارده قلنا عميل مرسيدس ده لازم يتمتع بمميزات، يعني مش بس اللي يبقى راكب، هو فعلا بالتاكيد راكب احسن عربيه بيتم تصنيعها طبعا في العالم. لازم تقول كده طبعا، اكيد هقول كده كل شويه، افضل اقول كده ما عنديش. وكمان لازم يتمتع بيه بمعامله من اول بقى فاهم، من مهندسين الاستقبال ليه لان يصل ان هو يبقى فعلا ساتيسفايد كاستمر او اللي هو الهابي كاستمر، راجل مبسوط وسعيد. احنا كنا اتكلمنا ان ساتيسفايد ده بيست معامله، عايزين عايزين الهابي كاستمر. انا فاكر البيست معامله، ايوه البيست معامله دي كانت خطيره. فطبعا احنا بقى النهارده في السمكره والدهان طورنا المكان بشكل كبير جدا، وعلشان نصل لده جبنا اكبر شركتين للبويا في مصر وطلبنا منهم ان يتعمل زي ايفالويشن للمكان، وكل واحد من الشركتين قدم مقترحاته من اول ليه، سواء كان تكنيكال تريننجز او سواء كان الادوات المستخدمه وازاي يتم بالظبط الاكويبمنت وازاي ان احنا نستخدم احدث حاجه. طبعا بالنسبه للقصه دي بتاعت السمكره والدهان دي قصه كبيره جدا، ويعني وطبعا احنا عندنا هنا طبعا من الخبرات في المعادي الهندسية، يعني انا مش هقدر اكمل كلام يعني ما سألكش لا، والخبرات دي موجودة في شركة المعادي الهندسية، انا مش هينفع ان انا ابقى انا اللي بتكلم. بس خلي بالك الموضوع ده خطير وفي اسئلة كتير، انا طبعا انت عشان جوه في المطبخ انا بقى بكلمك، انا الناس اللي بتتفرج يعني انا النهاردة مش مذيع، انا واحد من الناس اللي في الشارع ماشي بعربياتها، انا واحد من الناس اللي بتتفرج وعندها اسئله، فانت قول لي يعني مش هسالك انت، هنسال يعني يعني ممكن تسالني انا بس لما يبقاش موجود في المكان مهندس حاتم الورداني مدير المركز، لان المهندس حاتم طبعا هو بقى ممكن يعني ايه يقعد يتكلم على الموضوع ده وانا اقعد اسمع. ف حلو قوي، هستاذنك ان انا هتعمق فانا هستاذنك يعني ان انا ايه يعني انا هستاذن، والمهندس حاتم عشان شكلك عايز تاخد راحتك، انت عايز تاخد في اسئله صعبه شويه. طيب يلا نشوف المهندس حاتم. ماشي، الاسئله الصعبه في الموضوع بتاع السمكره والدهان، يلا بينا بعد اذنك. طيب دلوقتي احنا معانا اتنين، اول واحد طبعا باشمهندس حاتم الورداني. باشمهندس حاتم الورداني تاريخ، وانا يعني مش عايز اقول لكم ان احنا هناخد دلوقتي منه كل المعلومات اللي احنا عايزينها. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ومعانا واحد من الشركتين، الشركه اللي جت نفذت الحاجات الجديده اللي احنا بنتكلم عليها، كان لسه باشمهندس كريم بيتكلم عليها، باشمهندس اشرف حميدو. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا الحمد لله. طيب هنبتدي باشمهندس حاتم، عايز اقول لحضرتك اللي انا ايه السؤال اللي جوايا، انا هعتبر نفسي ان انا واحد من الجمهور، واحد من الشارع، عايزين نعرف تاريخ السمكره والدوق. وخلي بالك احنا طبعا انا ما ينفعش اكون واقف جنب حضرتك وما تقوليش التاريخ، انا عايز اعرف زمان كان ايه اللي بيحصل، دلوقتي ايه اللي بيحصل، وايه الفرق ما بين زمان ودلوقتي في الموضوع بتاع السمكره والدوق ده. طبعا زمان كانت عمليه السمكره بتتم نظر ومن غير مقاسات، وبعدين تطورت بقى فيه زي البنش الاصلاح اللي هو بيبقى عليه 3 دايمنشن في 3 اتجاهات، علشان كل نقطه في الفراغ لازم يكون لها 3 احداثيات عشان الحادثه بعد الاصلاح ترجع للوضع بتاعها بتاع العربيه السليم، وتبقى المقاسات مطابقه وزوايا العربيه واثناء السير فيها سيفتي والحاجات. في ساعات اجزاء بتستعدل بتعمل لها عمليات شد، وفي اجزاء بتتغير، اللي بتتغير برضو بتتغير على البنش بحيث الجزء السليم راكب والجزء الجديد بيركب، الاثنين متطابقين مع بعض، بتتم عمليات اللحام بالمواصفات بيتقال عليها من الشركة المصنعة للعربية الأم.
البويا ابتدت طبعا زمان كلنا عارفين البويا كانت الدوكور اللي هي بتترش وبعدين بيقعد تتلمع، وبعدين في الثمانينات ظهرت البويا اللي هي البيز اللي هي كوت واحد وبتحط له هاردنر علشان يزيد الصلابة بتاعته، وكانت بتترش بوسط التينر من على وتتحط في كابينة للتجفيف. تغيرت الأسئلة، بقت الألوان دلوقتي زي الألوان الميتاليك، بقت نوعين، في الأول بروش البيسكوت ده بيبقى لون العربية، وبعدين بترش التوب كوت دي الكلير كوت اللي هي بتاخد الوش التاني فوق العربية، ده كله داخل كابينة الدهان. بعد ما الطبقات الدهان بتترش بتبتدي تجفف علشان تبقى شايني مش محتاجة تلميع زي زمان، وتبقى باللون اللي هو طال. تغيرت بعد كده البوية، نزلت ألوان بتعمل لها طبعا التينر ده نوع اللي بينقل البوية من العلبة يعني من للعربية انه تبقى على جسم العربية. اتغيرت بقت فيه دلوقتي الووتر بيز، طبعا هي مش مية من الحنفية، هي مية بدل التينر بتخش في البيز كوت، بحيث دي من العوامل اللي هي تقلل، لان طبعا التينر بيأثر على الجو والبيئة والحاجات دي، فدي لتحسين البيئة ابتدت ان كل الالوان تتعمل بالمية. طبعا احنا بنشتغل النوعين لان في عربيات لازم ابقى عارف العربية دي اصلها كانت ووتر بيز ولا سولفنت اللي هو التينر، والاثنين بيشتغلوا والاثنين بيشتغلوا في الكباين وبتترش في الكابينة وتتجفف في الكابينة. كل نوع من البوية بيبقى ليه زمن للتجفيف معين ودرجة حرارة معينة، دي شركة البوية بتبقى عارفة، وهي الشركة المصنعة عارفة، لأن في أجزاء داخل العربية تستحمل حرارات معينة، فكل واحد بيحط المواصفات بتاعته، وإحنا علينا نطبق المواصفات بين الشركة المصنعة والشركة بتاعة الدهان، نجمعهم مع بعض ونعمل لهم. احنا كنا قمنا بتركيب كابينة جديدة لان المهم ان احنا نخلص الشغل بسرعة. العميد يبقى كابينتين. عندي كابينتين دلوقتي، عندي كابينة بتدي 24 متر مكعب في الدقيقة، وعندي كابينة بتدي 36 متر مكعب في الدقيقة هوا، علشان سرعة الشغل علشان نوفر وقت العميل ويبقى ساتيسفايد من ناحية الوقت ومن ناحية الجودة. طيب انا قبل ما يعني انا هسأل باشمهندس حاتم شوية اسئلة وهختم معاك بسؤال بس غيتت شوية بس بروح علينا شوية. باشمهندس حاتم دلوقتي في ناس كتير لما بتيجي تشتري عربية مستعملة بتبص على دواخل العربية، لو لقى الدواخل رشة فبيبعد تماما عن العربية. ده في البيع والشراء انا ممكن استوعبه، لكن على ارض الواقع هل فعلا لو العربية رشة دواخل دي حاجة تخلي العربية مش سليمة؟ هو قبل ما نقول رشة دواخل نقول رشة دواخل ليه؟ حلو. هل هي في اجزاء داخلية زي القوايم زي الأرضية زي السقف متغيرة ولا لا؟ لكن ساعات بتبقى العربية بتدهن من بره، لكن في جروح بسيطة في قايم أو في العتب أو حاجة، فدي لما بتترش مش مشكلة، المهم أعرف العربية رشة دواخل ليه ورشة ليه، ده الأساس عشان أبقى عارف البودي بتاع العربية أصله حصل فيه إيه، ده الأهم. طب لو فردت الشاسيه، خلينا برضو معلش يعني لو عربية خدت خبطة في الوش فخلت فردة الشاسيه التنف، أولا استعدال فردة الشاسيه هيرجع العربية زي الأول؟
استعداد فرد الشاسيه هيرجع العربيه زي الاول، لان هي زي ما قلت بتتحط على بنش الاستعدال وبتتشد بحوالي 10 طن الاجزاء، وفي اجزاء في العربيه مصممه انها في الحالات دي تتغير وتتحط جزء جديد. الاجزاء دي بتعتبر مصه للصدمه، لان اهم من ان يحصل ديفورميشن او اعوجاج في الشاسيه، الشركات المصنعه بتبقى حاطه الاعوجاج ده يحصل فين علشان ما يتنقلش للانسان داخل العربيه، لان هو يهمهم الانسان اهم من العربيه. فكل الحاجات اللي بيحصل لها اعوجاج او ديفورميشن دي مقصوده ومعروف تتم فين، زي العربيات المرسيدس ما فيش عربيه حادثه تحصل في وش العربيه، الماتور يخش جوه الكابينه من زمان، الماتور لازم ينزل تحت العربيه. فالحاجات دي كلها محسوبه والحاجات دي بتتغير، والحاجات دي لها مدام موجود من الشركه المصنعه اجزاء للاصلاح يبقى مسموح اغيرها، وعلشان كده ما فيش حاجه تتغير غير اذا كانت موجوده في الاجزاء او البارتس بتاعه العربيه في المكان اللي ينص عليه العربيه، وتتلحم بطريقه اللحام او تتربط كما ينص في الشركه المصنعه للعربيه. طيب سؤال صعب شويه ناس كتير قوي بتساله النهارده، في للاسف في مصر عربيات انصاص يبقوا نصين وملحومين والناس ماشيه بالعربيات دي. اولا انت نصين فانت اكيد قطعت فردتين الشاسيه وجيت لحمت العربيه دي، هل العربيه دي سيفتي وايز يعني تمشي في الشارع ده عادي؟ لا مش سيفتي، بدليل ان احنا بنشوف عربيات حوادث بتبقى عامله كده، يحصل لها حادثه اخرى تلاقي الجزء الامامي بقى لوحده والجزء اللي ورا اللي قاعد فيه الراجل لوحده، ودي اخطر حاجه. لان من اهم حاجه في الاصلاح لما بيبقى عندي في القوايم ثلاث طبقات لا يمكن يكون اللحام كله على خط واحد، لازم يبقى فيه تداخل علشان تبقى العربية سيف. وعشان كده لما الشركة المصنعة بتقول غير الجزء ده، أنا لو بغير قايم بيبقى فيه جزء الداخلي في مكان للحام، الجزء الصلب في مكان آخر للحام، الجزء الخارجي في مكان آخر للحام، لكن كون ان انت تحطهم على خط واحد دي في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة. وفي ناس للأسف بتلحم بطرق غير مصرح بيها، المفروض ان انا بلحم بالأرجون هو اللحام، الناس في ناس بتلحم بنحاس، في ناس بتلحم بحديد. طبعا النحاس ده اللي الناس بتقول انا بلحم بنحاس، النحاس ده مش لحام، ده عبارة عن تشبيه. اسمه لزق، هو اسمه لزق، لان بدام المادة اللي بلحم بيها ما اختلطتش كامل بالمادة اللي بلحمها ما بقاش ده لحام. وده حاجات بتحصل في السوق بتبقى غريبة، ويمكن الواحد شاف، يمكن الناس بتشوف الصورة ما بتاخدش بالها، لكن انا ساعات ببص على صور جاية نازلة في الجرايد لعربيات عملت حادثة، ببص اقول الماتور بالشاسيه الامامي ده في حته وده في حته، اعرف ان العربيه دي مقطوعه كلها خط واحد، ودي من اخطر الاشياء من اخطر الاشياء من اخطر الاشياء للبني ادم. اهم البني ادم جوه، اهم انت قاعد جوه العربيه وفجاه العربيه بقت كده، بقت ايوه دي في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. طيب هختم بالسؤال مع باشمهندس اشرف، سؤال صعب شويه دلوقتي. احنا عندنا الالوان بتاعه العربيه، هو معلش هو موضوع يعني هو ممكن بالنسبه لك يبقى سهل، لكن بالنسبه للناس ناس كتير بتبقى بتسال القصه دي. الوان العربيه في دلوقتي نزل الوان جديده وفيها خرزه وحاجات حبايه كده اهو. فالناس لما تيجي ترش العربيه خلاص هو عايز يرش عربيته كلها، فلما بيجي يرش العربيه فبيقوم طالب الموضوع بتاع الحبايه ده، فيجي المكان اللي هو رايح يرش فيه يقول له اه بس ده كده احنا هنضطر نعمل تكلفه رش ثانيه، يعني احنا هنرش الاول العربيه دي مثلا
ب 7000 جنيه، وعشان نرش بقى الحبايه فهنرشها مره كمان فهتكلفك حوالي 5000 جنيه. انا فهمت حضرتك عاوز تقول ايه. الموضوع ده على فكره يعني بقاله فتره يعني سائد في البلد. بص، هو حضرتك نوع من انواع التطور برضو بالنسبه لل في بعض الشباب في مصر بيحتاجوا ان هم يرش عربياتهم بالوان سبيشال شويه. الالوان اللي هم بيطلبوها، خلينا نتفق ان النوع البيجمنت بيبقى نورمال بيجمنت وحاجه اسمها بير وحاجه اسمها اكزيلريك. الاخيره دي الاكزيلريك دي بتدي نوع من انواع ممكن تتون ممكن ثري تونز، بحيث ان تدي اكتر من لون الحبايه الواحده. فكون ان الشباب بيلجا لحاجه زي كده، انت كده بتعمل سبيسيفايد فورمولا بالاكزيلريك فقط. انما في النورمال كولرز دايما الاكزيلريك ده بيخش بنسبه معينه قليله، وبالتالي الراجل اللي هو بيجي يعمل اللون وبيطلب منه اللون الاكزيلريك ده بس، ما الاكزيلريك ده بسعر اعلاهم. صح. فنورمال خالص ان هو يقول له لا ام سو سوري اللون ده هيبقى سي مثلا بكذا الف جنيه مثلا. انما اللون النورمال خالص ده بيبقى كومن في سوق مصر. لكن هو مش هيرش مره ورش مره وما لا هو هو ده. هي بس عشان هو اختار نوع معين من البيجمنتس، والبيجمنتس ده نوع غالي. لكن يعني من الاخر يعني هو الموضوع زي ما الاستاذ اشرف قال كده، هو هيرش خامه غاليه، لكن الموضوع مش ان هو هيرش مره وبعدين مره، مفيش الكلام ده. لا لا ممكن اقول اضافه حضرتك، هي اللون العربيه لو انا برش العربيه اصلاح او برشها نفس اللون، البيجمنتس داخله في التركيبه اللي اوريدي باخدها من السوفت وير او من الجهاز بتاع التحليل. الناس اللي بتطلب بيجمنت اضافيه او حبايه اضافيه دي بيبقى طلب خاص، بس دي سبيشال برايس. العربيه اللي هو عايز يغير اللون. صحيح، هو عايز يغير اللون. لكن في الاصلاح اي نوع بيجمنت متوفر جوه تركيبه العربيه، لما احلل اللون او اخش اونلاين بتجيلي حبايه البيجمنت اللي هي ماشيه في العربيه دي اوريدي، بحيث تطلع زي ما كانت. الاضافات دي لازم، ناس بتحب تعمل اضافات، ولازم بعمل له عينه بحط له اضافات من البيجمنت اخرى اللي هو بيختار بينها ويقدر يقول انا ويغير بقى يغير على هو سبيشال تشويز، يبقى سبيشال برايس. لكن دي مش اصلاح الحادثه العاديه. اصلاح الحادثه العاديه ان انا برجع الجسم حسب الكود بتاع العربيه، الجسم واللون حسب المواصفات اللي هو كان مشتري بيها العربيه الى حالتها الاصليه. انا بشكركم جدا. شكرا جزيلا. ويا رب بس يكون شويه المعلومات دي كده قدرنا الناس تاخد منها حاجه او نفيد بيها الناس. ومش هنوقف كلام لسه عن السمكرة ودوكو، احنا لسه في حلقات تانية هنتكلم فيها عن السمكرة ودوكو، ودي كده تكون الختام بتاع فقرة MECC تيبس النهارده. شفنا الكلام الخاص من السمكرة ودوكو من MECC. على فكرة احنا هنتكلم تاني عن السمكرة ودوكو، لان في ناس كتير قوي للأسف ما تعرفش تفاصيل كتير قوي في السمكرة ودوكو، الالوان والبوية والدهان والعربية المخبوطة والعربية المش مخبوطة في قد ايه. لا الموضوع في الحتة دي في تكنولوجي سبقت كتير قوي ودخلت في القصة دي، وعشان كده احنا هنحاول دايما نجيب لكم شوية تفاصيل عن الكلام ده. بكده نكون خلصنا فقرة الهاند بريك مع MECC تيبس، وللأسف الشديد كمان وقت حلقتنا خلص. لكن قبل ما نختم حلقتنا هسيبكم كالمعتاد مع الفيديو اللي بنقفل بيه حلقتنا. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي على خير في نفس الميعاد وحلقة جديدة من أون تراك، والسلام عليكم.